زي ما انتم شايفين يا شباب كده احنا تم تحرير الفيوزات من الفيوزات الاعلى والاسفل. بعد كده سيتم تغيير الفيوز. تم رفع الفيوز للتغيير. زي ما انتم شايفين الفيوز طبعا يوجد عليه سهم لتحديد وضع الفيوز ستريكر بين. لابد ان يكون الى اعلى عشان لما الفيوز يحصل له بلوين. الفيوز ستريكر بين هو اللي بيعمل موفينج للتريب بار، والتريب بار يقوم يعمل فصل للتريبل بول على التي اوف سويتش، يعني يفصل الثري فيز مع بعض. خلاص كده يا شباب. بعد تغيير الفيوز طبعا ولابد ان يكون الفيوز اللي انا هغيره يكون نفس الريتنج بتاع الفيوزات اللي موجوده ويتناسب مع الريتنج بتاع الايه؟ الترانسفورم. اوكي يا شباب. بعد كده هنركب الفيوز مره اخرى في الوضع السليم بتاعه. كده تم الانتهاء من عمل ريبليسنج للفيوز اللي موجود داخل الفيوز تي اوف سويتش. خلصنا كده. هنبدا نرجع الوضع الاصلي تاني يا شباب. هننزل الفيوز هولدر مكانه. طبعا زي ما رفعنا ببطء لابد ان يتم انزال الفيوز هولدر ببطء مره اخرى منعا لانسكاب الزيت خارج اليونت. طبعا في عمليه الرفع يا شباب بيتم الرفع بالتو هاند. في عمليه الانزال بيتم رفع الهولدر بيد والضغط على الليفر اللوك باليد الاخرى. كده تم الانتهاء من ارجاع الفيوز هولدر مكانه مره اخرى. بعد كده هنعمل احكام غلق للفيوز كفر. بعد كده سيتم توصيل المفتاح مرة أخرى. طبعا ما ينفعش إن أنا أنتقل من وضع الإيرث أون إلى وضع الأون مرة واحدة، ولكن المفروض إن أنا أنتقل من وضع الإيرث أون إلى وضع الأوف، وبعد كده أنتقل من وضع الأوف إلى وضع الأون. طبعا أول خطوة بعملها إن أنا أنتقل من وضع الإيرث أون إلى وضع الأوف. طبعا عندي الإيرث أوف زي ما أنتم شايفين الماركينج اللي موجود بيقول الإيرث أوف 4 إلى أعلى. فانا هثبت الاوبريتنج هاند بتاعتي على وضع 4 ويتم رفع الى اعلى. كده هتغير وضع البوزيشن اندكيتور من وضع الايرث اون الى وضع الاوف. تمام كده يا شباب. بعد كده هنتقل من وضع الاوف الى وضع الاون مره واحده، ولا المفروض اعمل ريسيت؟ احنا قلنا بالانتقال من وضع الاوف الى وضع الاون او وضع الايرث اون لابد ان يتم عمل ريسيت للمفتاح، والريسيت طبعا بتبقى الاوبريتنج هاند على وضع 4 الى اعلى. كده انا عملت ريسيت، هنتقل بالمفتاح بتاعي من وضع الاوف الى وضع الاون مره. تمام كده يا شباب. كده تم تغيير وضع المفتاح او ارجاع الوضع الى اصله الى وضع الاون مره اخرى. كده يبقى الترانسفورمر بتاعي اشتغل معايا مره اخرى. بعد ما انتهي من العمل يا شباب يتم عمل احكام غلق بتركيب الاقفال على الباد لوكينج فلابس في الاماكن المخصصه ليها. وبكده يبقى انتهى التمرين بتاعنا اللي هو ريبليسنج للفيوزات اللي موجوده داخل وحده الار ام اي. حد عنده سؤال يا شباب كده؟ كله فاهم كده يا شباب؟ تمام. في حد عنده سؤال تاني؟ لا. شكرا جدا يا شباب.